أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يفوز على الرجاء بثلاثية ويعزز صدارته للدوري. علي لطفي حارس إنبي ينضم للأهلي لأربعة مواسم ونصف. اليوم مصر تواجه المغرب في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لليد. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأخره بهدف في الشوط الأول لفوز بثلاثية على الرجاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري. ومن جانبه عبر حسام البدري المدير الفني للفريق عن سعادته بتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول المسابقة برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، وله لقاء مؤجل مع المقاولون العرب. ونتابع ردود الأفعال عقب المباراة من خلال التقرير التالي. مهمين جدا في مشوارنا، وانت كل مباراه بتدور على ثلاث نقاط وفوز، لكن في احداث بتبقى حوالين كل مباراه وحوالين كل مرحله بتبقى هي ان انت او اللعيبه لابد تبقى عارفينها واهميه المرحله دي. فالمباراه دي كانت في غايه الاهميه، في يعني يمكن من المرات القليله قوي ان احنا نبقى فارقين عن المنافس اللي هو قريب مننا، وفي نفس الوقت بناكد الفارق ده باضافات اخرى في مباراه النهارده. فهي اتمنى بقول الاحداث اللي حوالين المباراه كمان بتبقى مهمه جدا، فالكلام ده كان واصل للعيبه. ويمكن الشوط الاولاني يعني كان في احساس بالارتياحيه في الاداء شويه، ان المكسب ممكن يجي اي وقت، وده طبعا يعني كان في تعنيف مني بين الشوطين شويه للعيبه، لان الفكر ده موجود عندنا. عشان كده يمكن ادائنا في الشوط الثاني بالرغم ان الشوطين متقاربين من بعض في حته الاستحواذ كده، كان في شوط كان فيه استحواذ بشكل ايجابي وبرغبه، وده عشان كده طبعا يعني قدرنا الحمد لله ان احنا ندخل في مباراه ثانيه ونكسب الحمد لله. محتاج اطمن منك على حاله سعد سمير، حاله احمد فتحي كابتن حسام، وهل ممكن يلحقوا ان شاء الله مباراه الاسماعيلي خلال الفتره القادمه ولا لا؟ ان شاء الله. يعني هو طبعا النهارده في اهداف بجانب طبعا تفكيرنا في الفوز بالمباراه، لكن بنريح بعض اللعيبه، في بعض اللاعبين زي كان سعد عنده جهات شويه فما رضيتش خاطر بيه، وبالذات طبعا ان يعني الحمد لله بنجرب الناس في الاماكن بتاعت سعد ونجيب ورامي، وشفنا طبعا بيأدوا بشكل كويس، فان شاء الله يبقوا جاهزين لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله. جزئية أخيرة، أحمد أو علي لطفي خلاص أصبح حارس مرمى في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة معاك في التدريبات، ممكن يتم قيده في القائمة الأفريقية خلال الأسبوع الباقي قبل نهاية القيد، ولا المسألة دي مش محسومة؟ أكيد وارد طبعا، يعني إحنا مايدين اتنين حراس مرمى بس، أكيد هيبقى في حارس ثالث، وأكيد علي لطفي هو اللي هيتأيد إن شاء الله. يعني بالتوفيق يا كابتن حسام في القادم إن شاء الله. شكرا. الحمد لله طبعا يعني بقى على النتيجة، يمكن مباراة في منتهى الأهمية جاي في مرحله برضو كانت مرحله مهمه بالنسبه لنا، ان احنا ناخد فيها ثلاث نقاط تفرق شويه وتسبق بالتاكيد بمباراه الاسماعيلي. يمكن الشوط الاول الاداء والاستحواذ ومحاوله الفرص وكل حاجه خاصه بينا وعدد من الاهداف بلغي في شوط واحد، يعني لسه ما شفناهوش هل هي يعني قرارات صحيحه ولا لا، لكن في العموم وارد جدا في كره القدم ده، وارد جدا ان انت تبقى متقدم وارد جدا ان انت تبقى متاخر، لكن كيفيه التعامل مع الامور كلها الحمد لله رب العالمين كانت في صالحنا. يعني كابتن سيد، ايه اللي اختلف في الشوط الثاني عن الشوط الاول؟ ايه اللي اتقال للاعيبه في اوضه اللبس؟ لان شفنا تركيز اكتر في الشوط الثاني، وكنا خايفين ان حتى الشوط الثاني تنقلب الامور ويبقى فريق رجاء حقق مفاجاه في هذه المباراه. لا يعني انا زي ما قلت لك الشوط الاولاني استحواذ كامل ليك انت، يعني ما فيش اي خطوره على مرماك خالص، يعني باستثناء الكره اللي جا منها الجول يعني، لكن في النهايه يعني هي تفاصيل صغيره دايما في كره القدم، في كره القدم الناس يعني بتستهون بالتفاصيل الصغيره، ممكن الكره اللي جت فينا جون كانت ممكن لا تذكر اصلا لو اتعاملنا معاها بشكل جدي، لكن برضه هرجع اقول هي دي الكوره بتتعلم منها يوم بعد يوم، دروس لازم نستفاد منها، لكن اعتقد ان المباراه من اولها لاخرها استحواذ وسيطره كامله ليك. الشوط الثاني كان فيه فعاليه اكبر، كان فيه يعني اهداف الحمد لله رب العالمين قدرنا نحققها ونجيبها، لكن الشوط الاولاني كانت ممكن الجيم يتسهل جدا جدا لو قدرنا ان احنا نجيب جول يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على المكسب. زي ما قلت لك هي مباراه من المباريات المهمه جدا في المرحله اللي احنا فيها. طيب
كان لك كلمه او وجهت كلمه لاسلام محارب عقب احرازه الهدف تحديدا. اسلام في الفترات الاخيره بينزل في الشوط الثاني بيبقى ليه دور كبير جدا مع الفريق، مركز جدا هو في التمرين ومركز جدا في شغله، ويمكن من ساعه ما جه يمكن ما كانش مقيد معانا في البطوله الافريقيه، لكن دايما عنده جديد بيقدمه على طول. يعني اللعب في النادي الاهلي والفرق الكبيره مش بسهوله ان انت تيجي من بره تلعب على في الفرقه على طول، ده مش سهل على طول، يعني بتاخد فتره اكيد يعني عشان تبقى في استمراريه حتى في كلاعب اساسي. لكن هو من الناس المميزه جدا مش في الاداء الفني بس، حتى في طريقه تفكيره وتركيزه. يعني النادي الاهلي النهارده اعلن رسميا انضمام علي لطفي واصبح لاعبا في صفوف فريق النادي الاهلي. يعني زي ما قلت في اسماء، عدد من الاسماء بنحاول ان احنا نتعاقد معاه في فتره الانتقالات الشتويه، ان شاء الرحمن ننجح في كده، وباذن الله باذن الله يعني نكون موفقين في اختياراتنا، وان شاء الله الرحمن نقدم الباقي من الموسم ده سواء كان على المستوى المحلي دوري وكاس او افريقيا باذن الله بشكل كويس. لكن علي من امتى في تدريبات يا كابتن سيد؟ بكره باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا كابتن سيد. يعني انا في رايي ان النادي الاهلي حاليا في الفتره دي في افضل فورمه ليه من فتره كبيره جدا. يعني فرقه تقيله قوي، وفرقه طبعا انا يمكن بشبهها بقول ان هم قريبين من الكره الاوروبيه يعني. لكن احنا الحمد لله يمكن قفلنا وضيقنا مساحات عليهم في الشوط الاولاني، واعتقد ان احنا قدرنا كمان ان احنا نهدف من كره مرتده. طبعا الشوط الثاني هم يمكن النادي الاهلي حسام الحقيقه دفع بكل اوراق اللي هي اسلام بلعب اتنين روس حربه، يعني احنا حتى برضك اتعاملنا مع كده. لكن طبعا الهدف اللي هو هدف التعادل جه بدري شويه، لكن طبعا احنا انا بعتبر ان ولادنا ادوا جيم كويس في حدود الامكانيات. هذه لحظه كانت ظروف صعبه شويه بالنسبه لنادي الرجاء، شايف الفتره اللي جايه ازاي بالنسبه لك يا كابتن؟ ظروف صعبه جدا من اول ما استلمنا، لكن احنا يمكن زي ما قلت قبل كده احنا عملنا 4 بونت، كسبنا المقاولين وتعادلنا مع الاتحاد السكندري، بنخسر من الاسيوطي وبنخسر من النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا اي حد هيلعبه صعب جدا جدا جدا، لكن انا بقول المباريات اللي جايه احنا بنلعب على اساس ان احنا نجمع بنات، وان احنا اي بنات بنكسبها بتساعدنا ان احنا نعدي خطوه يعني. الجو كان ليه تاثير النهارده على المباراه شويه يا كابتن رمضان؟ الجو لا، الجو ملوش اي تاثير خالص، الجو حلو. شكرا. اعلنت لجنه الكره بالنادي الاهلي التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى انبي لمده 4 مواسم ونصف تبدا من يناير الجاري. وقامت لجنه تعاقدات برئاسه المهندس عدلي القيعي بانهاء اجراءات انتقال الحارس الجديد، وتسلم قطاع الكره الاستغناء الخاص باللاعب بعد سداد الحقوق الماليه للنادي البترولي. وجاء ذلك في إطار استراتيجية لجنة الكرة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في المراكز التي حددها الجهاز الفني، وفي ضوء ترشيحاته للعناصر التي يتم الاستعانة بها من الخارج لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. إداريا، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن مسابقة إبداع لشباب النادي من طلاب السنة النهائية في كليات الهندسة قسم عمارة وفنون جميلة على مستوى جامعات مصر لاختيار أفضل تصميم لواجهات المبنى الاجتماعي بمقر الجزيرة وفرع مدينة نصر. وسيكون الاختيار للتصميم الذي يجسد شخصية الأهلي التاريخية وريادته وبطولاته وروح الفانيلة الحمراء ودورها في مسيرته على مدار أكثر من 110 سنوات، على أن تكون هناك مكافأة مالية للتصميم الفائز. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة اجتماعا مهما السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالنواحي التنظيمية، حيث تقام بطولة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 من مارس المقبل. أما بطولة الرجال فتقام خلال الفترة من 25 من مارس وحتى 6 أبريل المقبل. وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الموازنة الخاصة بكل بطولة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة بخصوص حفل الافتتاح والختام في البطولتين، إلى جانب اختيار لوجو كل بطولة.
يواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أداء مبارياته الودية في الإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، ويلتقي الفريق اليوم مع نظيره سبورتينج في ثاني مبارياته بعدما التقى أمس مع الأولمبي، ويخوض مباراته الأخيرة غدا الجمعة أمام فريق سموحة. وكان الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد قد استقر على خوض عدد من المباريات الودية في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون. سافر الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية ظهر اليوم الخميس لخوض مباراتي 6 أكتوبر والاتحاد السكندري ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري. وخاض الفريق ميرانه الأخير بالنادي قبل السفر إلى الإسكندرية، حيث يلتقي مع 6 أكتوبر في 4 عصر الجمعة، بينما يواجه الاتحاد في 6 مساء السبت. وكان الفريق قد نجح في الفوز على الطيران وسبورتينج خلال الأيام الماضية قبل أن يستعد للجولة القادمة بالإسكندرية. يواجه الفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي بقيادة إيهاب الألفي غدا الجمعة فريق الطيران في دور 16 لبطولة كأس مصر. ويفتقد الأهلي في المباراة 3 لاعبات، وهن دينا عمرو وسهيلة هشام وسارة مغربي للإصابة، وتقام المباراة بصالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة في تمام الساعة 6. ويذكر أن فريق سيدات الأهلي لم يشارك في دور 32 للبطولة وفقا للوائح اتحاد اللعبة باعتباره حامل لقب البطولة الموسم الماضي. يواجه فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بالنادي الأهلي بقيادة أحمد عبد الفتاح فريق الفتيات الكويتي وديا غدا الجمعة في تمام 5 مساء على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة. وأكد حمدي الصافي المدير الفني لجهاز الطائرة أنه كان من المفترض أن يخوض فريق سيدات الأهلي المباراة، لكن تم الاعتذار عنها نظرا لارتباط فريق السيدات في نفس اليوم الجمعة بخوض المباراة النهائية للدور الأول لبطولة الدور العام أمام الشمس. وأضاف الصافي أن فريق 18 سنة سيدعم بأربع لاعبات من الفريق الأول من خارج قائمة مباراة الشمس. يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني مروان رجب نظيره المغربي ضمن منافسات الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون، والتي تستمر حتى 27 من يناير الجاري. وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تأهل للدوري قبل النهائي بعد فوزه على الكونغو برازافيل، بينما وصل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الجابوني صاحب الأرض والجمهور. وسيتم بث المباراة على شاشة قناة الأهلي في 8 مساء اليوم، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية.
outside my door is what you're looking for. Flower child, you're born to run, following the western sun. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. Songs that you will sing on your path along the way, it could lead you back to me. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث اعترف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن شبكة التلفزيون القطرية كانت على استعداد لدفع 100 مليون دولار من أجل الفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022. وسيصدر بلاتر كتابا يكشف فيه عن أسرار الفيفا خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي في الفترة من 1998 وحتى رحيله في 2015. وكشف بلاتر في حوار مع صحيفة دالي ميل البريطانية حول الكتاب أن محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق ونائبه في رئاسة الفيفا كان يصرف الكثير من الأموال على رؤساء الاتحادات من أجل الفوز برئاسة الفيفا. امتدح جو غوميز مدافع ليفربول الإنجليزي النجم الدولي محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للفريق، وقال إن صلاح يحتاج فقط لمساحة قليلة ومن ثم يسبب مشكلات عديدة للفريق المنافس، وهو ما يعد ميزة إضافية للريدز. وأضاف غوميز أن صلاح يمتاز بشخصية رائعة ويمتلك دائما مزاجا جيدا وطاقة إيجابية، مشيرا إلى أنه لو استطاع الكل أن يكون لطيفا مثله داخل وخارج الملعب سيصبح العالم مكانا أفضل. عبر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن حزنه عقب الخروج من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من ليجانيس بهدفين مقابل هدف أمس. وقال راموس في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية أن ما حدث يعد فشلا حقيقيا، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة. وتحدث راموس عن المدير الفني للفريق زين الدين زيدان قائلا: مرت علينا أوقات جيدة كثيرة مع زيدان ووصلنا معه لمنصات التتويج، وعلينا أن ندعمه ونقف بجانبه في الأوقات السيئة.
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم تعيين الهولندي فان مارفيك مديرا فنيا للمنتخب الأسترالي خلال نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا منتصف يونيو المقبل. وقال مارفيك في تصريحات عقب توليه قيادة الفريق الأسترالي أنه يعلم جيدا اللاعبين وطريقة لعب المنتخب حيث واجهه من قبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مضيفا أنه سيسعى مع الفريق للفوز بكل المباريات ولن يذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة في كأس العالم. وجدير بالذكر أن مارفيك قاد المنتخب السعودي للتأهل لكأس العالم ورحل عن قيادة الفريق عقب نهاية التصفيات. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي.